ابداح السهلي من منصه الملاك. ابداح تفضل. حياك الله فهد. طبعا لازلنا مستمرين طبعا في لقاءات المشاركين في فردي دق المجاهيم، وايضا بانتظار لجنه التحكيم وايضا النتائج النهائيه. طبعا ينضم معي في هذا اللقاء مالك الفرديات محمد بن عوض بن حسينه المنهالي. بن حسينه مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والنور. حي الله راعي منتوقه. الله يحييك طول عمرك. حضرت منتوقه اليوم وتوعد في الاشواط الثانيه، خلنا نشوف اليوم فردي الدق وش سويت. اولا على من هذا المنبر من دولتنا بلدنا الثاني الا بلدنا الاول السعوديه. الله يطول عمرك. نهني دولتنا الامارات بعيدها الاتحاد اليوم. وعلى راسهم رئيس الدولة ولي عهده وحكام دولة الإمارات. وثانيا احنا في دولتنا الثانية المملكة نشكر جميع القائمين على هذا المهرجان على هذا التنظيم الذي لو تكلمنا وشكرنا فيه ما وفيناهم حقهم. الله يطول عمرك. نعم مشاركتي اليوم عندي عجم مشارك بها في الفردي من توقه أول مشاركة لها طالعة من منقية. أنا أشارك في الجمل الجمل لي ثلاث سنوات في الصيادة أشارك في شوط شلفة ولي العهد. ما شاء الله ابن حسين. نعم. طبعا تعودا الاسم هذا له إنجازات كبيرة خارج المملكة في الإمارات عندكم وأيضا في المملكة، كيف كان حضوركم السنة هذه؟ كيف كان أيضا تسجيل حضوركم في الصيادة؟ والله الحمد لله توفيق من رب العالمين. السنة بدينا بالمشاركة في جائزة الملك عبد العزيز، بدينا بأول يوم مشاركة الفحل وانتاجه وفضل الله من على المتأهلين، وإن شاء الله أننا من المنافسين على المركز الأول في الشوط حسب اللي نشوفه. ومشاركتي اليوم الثانية في شوط الفردي الدق، ومشاركتي اليوم الثالثة دخول إبلي في شوط العشرين ما شاء الله كأس النادي، وإن شاء الله أني من المنافسين في الأربعين في الأوائل. وشوط الختامي في جائزة الملك عبد العزيز اللي هو شوط شلفة ولي العهد الأربعين، وبإذن الله من أني منافس ولا أنا الأول بإذن الله. يس هذا أي شوط؟ هذا شوط شلفة ولي العهد. شلفة ولي العهد. نعم نعم عندي مشتريات وعندي وبلي جاهز السنة ومنافس على الأول في شوط في شلفة ولي العهد. محمد خلينا نتكلم قبل لا نجي شلفة ولي العهد، اليوم الدق كيف شفته ورشحت نفسك؟ والله الدق مثل ما تشوفون شوط ناري وحماس. شوط ناري متأهلة عشر مرتقب هذا الشوط متأهلة عشر من 170 فردية، هذا الحالة بحد ذاته ناموس أكيد. والمشاركين كلهم قوة عسى الله يوفقهم من رقم واحد لين رقم عشرة يستاهل. وحلال قوي اليوم وفرديات مسميات قوية وإحنا عندهم إن شاء الله منافسين، ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. شاركت العام في شلفة ولي العهد؟ شلفة ولي العهد العام شاركت. كم حصلتوا؟ حصلت الثالث. الثالث نعم. السنة هذه؟ السنة هذه الأول بإذن الله. الأول. نعم. وين جاك ابن مقرن؟ ابن مقرن. مسجل في الأربعين. مسجل في الستين. مسجل في الثمانين. في الثمانين. ابن مقرن وين ما يا نقول حياها الله أبو حنا واحد. حنا ابن مقرن واحد. لكن في الميدان؟ في الميدان أنا منافس على الأول. شوط شلفة ولي العهد أنا منافس. هذه رسالة ل... رسالة للجميع مرة أنا في شوط شلفة ولي العهد منافس على الأول هالسنة. طبعاً تعلن بإذن الله وتوفيقه. تعلن التحدي. أعلن إن شاء الله ما هو التحدي أعلن إن شاء الله الفوز. الفوز بنا الحين. مرة بإذن ما الله. ما في تحدي ولا. بإذن ما في. الفوز الأول باسمك. فوز شلفة ولي العهد إن شاء الله بإذن الله. خطير بن مقرن والمنافسين. ما يحتاج بن مقرن قوي. سوى اليوم السنة هذه الطريقة سجل في جميع الأشواط. بن مقرن قوي قوي ما نقول عليه بس بن مقرن عنده اتجاهات ما وضح اتجاهه وين، ولكن بن مقرن كلنا عارف أي شوط بيدخل فيه بن مقرن هو يكون الخطير على الشوط والمنافس عليه مهما كان نخبة النخبة 80 60 ل 40. أما أنا عند شوطي اللي شاركت فيه من بدأت جائزة الملك شوط شلفة ولي العهد، أنا السنة عند شوطي بإذن الله. عند شوطك وباسمك. باسمي بإذن الله. هذه رسالة لبن مقرن للجميع. لا 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 ما أحدد أحد. لا بن مقرن ولا أحدد غير، أنا أحدد شوطي شلفة ولي العهد أني بنتحر عنده على الأول يا سلام. والتوفيق على الله. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق بالتوفيق يا محسن. ولا نستهان بأي مشارك، الجماعة كلهم ما شاء الله عليهم محضرين زين وهل زين واسامي كبيره الله يطول. ولكن الاشواط ما هم كلهم عندي، انا اتوقع ما هم كلهم عندي في شوط شلفة ولي العهد، في اشواط ثانيه والاشواط كلها ناريه. احنا بدينا من شوط الفحل وانتاجه وشفنا من بدات المزاينه الملك السنه ذي
غير عن السنين اللي طافت. كل ما دخلنا شوط أن نقول هذا الشوط الصياح السنة اللي مولع، يا الشوط الثاني أنه مثله، والظاهر أنها من اليوم لأخر يوم في جائزة الملك أن كل شوط ناري. الله يوفق، وعسى الله يوفق الجميع، موفق خير يا بن حسين، الله يطول عمرك. نعم، فطبعا كان هذا اللقاء مع محمد بن عوض بن حسينة المنهالي، يقول أنا حاضر طبعا في جميع الأشواط، وأيضا خصوصا في شلفة ولي العهد الأربعين الشوط باسمي، وأنا انتحاري عند هذا الشوط. ويوجه رسالة طبعا لبن مقرن وجميع المشاركين في هذه الأشواط أنهم يحضرون معه، ويقول الميدان بالتوفيق بن حسينة والجميع المشاركين، والعودة لك فهد بالصوت والصورة.